مرض السرطان بالتأكيد هو من الأمراض الصعبة جدا، واللي الكلمة نفسها بتبقى بتضايق الودان نفسها لما حد يقول مرض سرطان أو عرفنا أن فلان أو حد عنده مرض السرطان. حتى كتير نستعيد عنها بكلمات مختلفة، يقولك المرض الوحش، وإحنا في لو حد روحاني شو يقولك مرض الملكوت، كلام كده يعني. فبتأكيد مرض السرطان من الأمراض المستعصية ومن الأمراض الصعبة جدا اللي موجودة في العالم وللأسف منتشرة في مصر. العالم بيحتفل هذه الأيام باليوم العالمي لمكافحة مرض السرطان. نتكلم عن مرض السرطان، عن أسبابه وإيه أهم الأسباب اللي ممكن تسبب مرض السرطان، وإيه اللي يخلي طفل عنده 4-5 سنين عنده مرض زي مرض السرطان. هل في حاجة وراثية بتخلي الطفل يجيله هذا المرض اللعين؟ إزاي بيتم الوقاية منه؟ أهم الأبحاث على المستوى العالمي للمكافحة ضد هذا المرض اللعين. نسأل أسئلة كتيرة ونستنى كمان استفسارات حضراتكم من خلال التليفونات اللي هتبقى موجودة النهاردة أثناء الفقرة. لكن في البداية اسمحوا لي أرحب بضيفي اللي بيشرفني، الأستاذ الدكتور ناجي سامي جبران، استشاري علاج الأورام والأستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس، ودكتوراه في علاج الأورام، وعضو الجمعية المصرية للسرطان، وعضو الجمعية الأوروبية لعلاج الأورام، وعضو الجمعية الأمريكية أيضا لعلاج الأورام. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا يا أستاذ. منورنا يا دكتور. أهلا يا أستاذ إسحاق. دكتور، في البداية هل في تعريف للسرطان ممكن نقوله؟ طبعا احنا يعني هنضطر اننا نقول ونكتشف بعض الحقائق عن هذا المرض عشان نقدر نقاومه، او عشان نقدر نكسر شوكة الاسم ده، اننا نكتشف بعض الاسرار عنه ونتعرف عليه بصورة اوضح شوية عشان نعرف احنا بنتعامل مع ايه بالظبط ونقدر نتعامل معاه بصورة اوضح. فهي ايه هو مرض السرطان؟ هو يعني اول معلومه او اول حقيقه نحب اننا نقولها عن هذا المرض، ان المرض ده بيطلع من خليه من داخل الجسم، يعني خليه موطنيه، مش حاجه، ما هوش ميكروب او اصابه خارجيه. فهو بطبيعته خليه ليها نفس الخصائص تقريبا بتاعه الخلايا الطبيعيه بتاعه الجسم. هو ممكن يطلع من اي خليه حيه من داخل الجسم من اي مكان بنسب متفاوته، يعني طبعا من مكان الى اخر احتمالات حدوثه بتبقى مختلفه شويه من عضو الى اخر. لكن احنا هنقول لو ان الجسم ده مثلا بيتكون من مجموعه من الاجهزه، الجهاز العصبي، الجهاز الهضمي، الجهاز التنفسي، الجهاز الدوري، كل جهاز من الاجهزه دي بيتكون من مجموعه من الاعضاء، كل عضو بيتكون من مجموعه من الانسجه، كل نسيج بيتكون من مجموعة من الخلايا، فالخلية هي الوحدة البنائية البسيطة للجسم بصورة عامة، هي الطوبة اللي بتبني بيها أي مبنى في الجسم. تمام. بصفة عامة في خصائص عامة للخلايا دي، وفي خصائص خاصة لكل عضو بتميزه في الوظيفة بتاعته، يعني الوظيفة بتاعت الخلية العصبية بتاعت المخ غير الوظيفة بتاعت الخلية كرة الدم الحمراء اللي بتلف في الدم، غير الخلية اللي موجودة في المعدة. كل خلية بيبقى ليها وظيفة معينة بيتحور عليها الوظيفة بتاعتها أو الخصائص بتاعتها. لكن بصفة عامة الخلية دي احنا عارفين انها بتبقى من سيتوبلازم ونواة، والنواة دي بتبقى الحامض النووي، والحامض النووي ده الجزء البسيط الوظيفي بتاعه اللي هو الجين او طبعا الكروموزوم اللي هو بيحمل كذا كذا جين. جسم الخلايا كلها في جسمنا بتحمل نفس التصميم الكروموزومي او نفس التصميم الجيني، والجين ده هو محور الكلام في هذا المرض، لان في الاخر القصه كلها طلعت ان هي خلل في الحامض النووي او في جينات معينه. زين، هي عمليه معقده شويه يعني، فانا عايز اسال حضرتك كمان، احنا اوقات لما بيظهر عند حد ورم كده صغير مثلا في الرقبه او في اماكن تاني الحقيقه بنتخض، يعني نقول لربما يكون يعني يدخل في هذه السكه يعني، فهل كل ورم هو يعني ورم سرطاني؟ لا، هو اللي احنا بنشتكي منه ده او اللي احنا بنلاحظه ده بنقول ان هو تورم. فتورم دي مش ورم سرطان، هو تورم دي يعني التورم ده حاجه ورميه او حاجه متضخمه
بتخضع الى تشخيصات كثيره. تمام. قد يكون التورم ده نتيجه التهاب، قد يكون نتيجه ترسبات مواد معينه، قد يكون نتيجه اورام حميده مش سرطانيه خالص. ففي اسباب كثيره طبعا، وكل ما كان بيبقى ليه يعني تشخيصات. هو طبعا في الاخر احنا لما بيبقى عندنا شك اكلينيكي بندخل الى خطوات اكثر جديه في التشخيص. وعامه بالنسبه للشخص العادي اول ما بيشك ان في اي تورم في اي حاجه بيروح للدكتور، والدكتور هو اللي بيوجهه هيعمل ايه. طيب ايه الاسباب اللي ممكن تؤدي ان يبقى عندنا مريض سرطان؟ هل في اسباب وراثيه؟ هل في اسباب للبيئه المحيطه، للجو وللاكل اللي احنا بناكله؟ ولا ممكن تكون ايه الاسباب المختلفه للاصابه بمرض السرطان؟ الأسباب المباشرة أو بصورة غير مباشرة، الأسباب المباشرة اللي احنا بنتعرض لها اللي هي يعني في جزء منها نقدر نقسمها إلى شقين. الشق الجيني أو الاستعداد بتاع تكوين هذا الشخص. والجزء البيئي اللي هو العوامل اللي احنا بنتعرض يعني لها. يعني قص الجيني ده اللي هو الوراثي. نقول عليه كده؟ نقدر نقول ان هو وراثي، او في بعض الاحوال مش لازم يكون وراثي، يعني احنا ممكن بتكون حاجات جينات مكتسبه مش وراثيه، مش لازم اكون واخدها من الجيل اللي قبلي او من الوالد او الوالده. فهو في بعض الاحوال الجينات دي ليها شقين برضو، شق وراثي وشق مكتسب. يعني ممكن تكون حاجه ما كانتش موجوده في الجيل الاولاني ظهرت في الجيل الثاني نتيجه عوامل اخرى اثرت على الجينات بتاعه. طيب. هذا الشخص. طيب. فحتى الجينات ما هياش كلها وراثيه، في جزء منها وراثي وفي جزء منها. طيب. مكتسب. الحاجات الخارجيه بقى، الحاجات البيئيه دي احنا ممكن نقول ان هي في عوامل بيولوجيه وفي عوامل كيميائيه وعوامل فيزيائيه. العوامل البيولوجيه دي في بعض الميكروبات يعني ثبت انها ليها تغلغل داخل الحمض النووي وبتسبب هذا المرض. يعني في بعض أنواع من البكتيريا أو الفيروسات أو الكائنات الدقيقة بصفة عامة ممكن بتسبب هذا المرض. أصل إحنا النهاردة لما نبقى في مصر وعندنا نسبة يعني عالية من مرض السرطان، فهل ده موجود مثلا في أوروبا؟ النسب دي موجودة في أوروبا؟ يعني هل النسب اللي موجودة في مصر دي هي المتعارف عليها، ولا إحنا عندنا مشكلة في البيئة، في الأكل اللي بناكله، في يقولون أصل الطماطم مش عارف محقونة إيه، أصل الأكل اللي مش عارف عندنا بذور إيه؟ هل حضرتك، أنا بشوف حضرتك بتبتسم، يعني فهل ده يعني ده صحيح ولا ده خارج الكلام خالص؟ نسبة الأورام عامة أو الأورام السرطانية عامة هي زادت في العالم كله مجملا بشكل واحد، باختلاف توزيعاتها بقى. ايه يعني؟ ان في مثلا امراض الدم مثلا زادت هنا شويه، امراض الجهاز الهضمي زادت هنا شويه. أيوة. امراض الثدي زادت هنا شويه، او امراض مش عارف، يعني التوزيعات الداخليه تقريبا هي اللي بتختلف من بلد لبلد، ولكن بصفه عامه هو المرض زاد في كل بلاد العالم، في كل بقاع العالم، مفيش حته معينه. احنا عندنا هنا في مصر مفيش نسب اعلى من نسب من بره، لكن في تفاوت في النسب الداخلية، التوزيع الداخلي. لكن عامة أنا يعني برضو دي حاجة من الحاجات اللي احنا بنسمعها كتير، هل المرض زاد؟ هو المرض زاد، بس مش في مصر بس، في كل الدنيا. Yeah. فهي القصة كلها التلوث دي، في تلوث عام، يعني في برضو قصة التلوث دي ما هياش حاجة. ممكن احنا يكون عندنا شوية نسبة تلوث زيادة شوية في المدن المركزية بتاعتنا هنا في القاهرة بالذات مثلا، أو في اسكندرية، ودي احد الاسباب برضو، ولكن مش هو ده كل حاجه. احنا قلنا برضو ان في احد الاسباب ان في حاجات، احنا قلنا في حاجات بيولوجيه، احنا ما كملناش ان في حاجات ملوثات كيميائيه، او الملوثات اللي ممكن تكون موجوده في الميه، ممكن تكون موجوده في الهواء، بما في الدخان والاتربه، بما في ذلك التدخين سواء سجاير او شيشه. ملوثات كيميائيه دي بتيجي منين يا دكتور؟ ملوثات كيميائيه ممكن بتيجي من الهواء زي ما كنت بقول لحضرتك، ممكن بتيجي من خلال الاكل، الاطعمه اللي لا يعني هي السورس بتاعها فين، المصدر بتاعها فين، يعني بتاع الملوثات الكيميائيه، يعني هل مثلا ناتجه عن المصانع اللي بتخرج هذه الكائنات؟ دي احد انواع الملوثات الكيميائيه. المواد الحافظه دي ملوثات كيميائيه. بعض المواد اللي ممكن تنتج من البروسيسنج بتاع الاكل، او التشغيل بتاع الاكل، او التخليق بتاع الاكل، ممكن برضو بتنتج مواد كيميائية. يعني مثلا اللحوم المدخنة بصفة عامة ممكن بيطلع منها مادة اسمها نيتروزامين، دي مادة كيميائية، دي مش مادة احنا بنضيفها للأكل، دي حاجة بتطلع منها هي وهي بتدخن،
فالحقول المدخنة عامة بيبقى فيها نسبة من الكحول. طبعا هنضيف المواد الحافظة والحاجات اللي هي المكعبات بتاعة الشوربة والمش عارف يعني كل الحاجات دي اللي كان عليها كلام الفترة اللي فاتت دي ان هي ممكن بتضيف الى الملوثات الكيميائية. يعني المواد الحافظة دي اصلا ملوثات كيميائية، البطاطس كيميائية اللي مش عارف ايه اللي بناكلها دي الاطفال بيحبوها دي ملوثات. البطاطس مش، لا البطاطس ثمرة طبيعية، بس هو طبعا الآلية بتاعتها انا بتكلم على الكيس. الكيس ايوه الحاجات، طبعا اي حاجة معلبة او محفوظة او داخل كيس دي بيبقى عليها علامات استفهام او دوائر حمراء. نخلي بالنا منها، والافضل طبعا ان احنا نتجنب القصة دي بالذات في السن الصغير، لان السن الصغير بيبقى لسه جهاز المناعة بتاعه مش محصن تماما ضد الوقاية بتاعت المرض. جهاز المناعة من الحاجات اللي هي بتقوم تكون السرطان. يعني احنا برضو في الاخر كل الملوثات دي بانواعها، وان كان في مواد حاجات احنا ثبتنا خلاص ان هي بالتاكيد هي ملوثات، يعني الحاجات اللي في السجاير دي مثلا او الشيشه هي مواد اتفصلت وتحددت انواعها وتركيباتها وثبت انها مواد مسرطنه وكل حاجه، لكن في بعض الحاجات لسه بنقول يمكن الحاجات اللي عليها شبهه برضو خليها على جنب مش لازم بلاش منها. لكن طب هي عامه الحاجات دي بتعمل ايه في الاخر؟ الحاجات دي في الاخر بتاثر على الجينات بتاعتنا. بتاثر على الجينات ازاي؟ ان الجين اللي بيحكم نمو الخليه في جينات معينه بتسيطر يعني على نمو الخليه، بتسرع نشاط الخليه وبتسرع الانقسام بتاع الخلوي، وفي جينات تانية بتفرمل، ففي جين بيزود وفي جين بينقص، في فرامل وفي دواسه بنزين. في ايه ده ماشيين كده احنا هنا عامه في كل اجهزه الجسم كده كل حاجه بتمشي بالمنظر ده، ان في حاجه بتزود وحاجه بتنقص، فايه دايما بيبقى في اتزان ما بين السرعه والبطء بحيث ان هي بتمشي بمعدل معين. تمام. لكن الحاجات المعلبات اللي مكتوب عليها ان هي فيها مواد حافظه دي على قد ما نقدر نبعد عنها. تمام. خاصة العصاير الشيبسيهات الحاجات اللي بيحبوها الأطفال دي نبعد عنها خالص. دي مش الحقيقة دي مش مشكلة على السرطان بس، دي مشكلة على كل أجهزة الجسم. يعني حتى احنا كنا بنشوف حتى زمان إن الأطفال اللي هم بيستهلكوا نسبة كبيرة من المعلبات دي أو من المواد دي ممكن بيجي لهم حساسية صدرية، ممكن بيبقى حتى نموهم البدني مش مظبوط قوي، فبيعانوا من مشاكل صحية جامة مش بس السرطان. تمام. الأطفال لحد سن كام بيبقى المناعة عنده ضعيفة وممكن يتأثر بشكل كبير؟ الطفل مناعته مش ضعيفة، الطفل مناعته جهاز المناعة بتاعته لسه لم يتعرف بعد على البيئة الطبيعية، يعني هو جهاز نشيط جدا وهو ما هوش ضعيف، ولكن لسه ما عندوش الخبرة الكافية، فهو لسه بيكتسب خبرات من الحاجات اللي هو بيشوفها. عشان كده مثلا انا النهارده عايش في بيئه معينه فيها انواع معينه من الميكروبات، جهاز المناعه بتاعي بيتعرف عليها وبيكتسب خبره ضدها. لو انا رحت مثلا عشت في بيئه اخرى في بلد تانية نوع الميكروبات فيها مختلف، ممكن جسمي ما يتقبلهاش قوي او يبقى احتمال الاصابه عندي اعلى شويه من الناس اللي عايشه هناك اللي هي اساسا اخذت جهاز المناعه بتاعها اخذ خبره من نوع الميكروبات اللي هناك. الحاجات دي طبعا مختلفه من حته لحته، ولكن ما نقدرش نقول ان جهاز المناعه بتاع الاطفال ضعيف، هو قوي كويس جدا. واحنا بنحاول نحافظ عليه في احسن حالاته. لان جهاز المناعه ده مش بس مهمته ما هوش بس ان هو يقاوم الامراض، لا ده هو مهمته الاقوى او الاعلى او الاسمى ان هو بيقاوم اي خليه غريبه داخل الجسم بما في ذلك الخلايا السرطانيه. يعني جهاز المناعه ده في احسن حالاته والمفروض ان هو بيخلص الجسم من اي خليه سرطانيه بتتكون. تمام. هل في اعراض يا دكتور تقول ان يعني احتمال يكون الاعراض دي يجي من وراها لا قدر الله مرض السرطان؟ ويعني لان احنا فعلا بنبقى متخوفين جدا خاصه مع ولادنا في البيت لاي ورم لاي حاجه بنبقى يعني قلقين جدا، ايه الاعراض اللي لا لازم نروح للدكتور؟ بصفة عامة هو المرض ده لأنه ممكن يجي في أي مكان في الجسم، فهو ممكن يعمل أي نوع من الأعراض حسب المكان اللي هو طالع منه. تمام. ولكن السمة العامة الأعراض الشائعة يعني السمة العامة في هذه الأعراض إن هي بتفضل مستمرة
وما بتتحسنش مع العلاجات. يعني انا النهارده مريض، مش لازم يكون طفل، مريض ابتدى مثلا يشتكي من بحه صوت، ده ممكن يكون التهاب عادي في الحنجر، خد فيروس او خد ميكروب عمل له احتقان في الاحبال الصوتيه، فطبيعي ان هو هيأثر. لكن اللي انا عايز اقوله مثلا ان هو اخد علاج النهارده اسبوع التاني ما بيتحسنش، ده اللي انا ايه ابتدي اقلق منه. جالي دور نزله معويه او نفسي تسدد او حاسس ان انا عندي ترجيع او فقدت الشهيه في الاكل، الطبيعي ان ده دور نزله معويه مثلا هياخد له مثلا 3 4 ايام اسبوع ويتحسن. لا، لقيت الموضوع زي ما هو وعمال يتطور، مفيش تحسن، يبقى ان انا لازم اتجه الى الطبيب للاستشاره الطبيه. هو طبعا من الافضل ان انا اول ما ابتدي اعاني من هذه الاعراض، من اي اعراض حتى لو كانت تبدو بالنسبه لي بسيطه، ان انا اتجه الى طبيب كاستشاره اعرف منها يعني ايه احتمالات هذه الاعراض، حتى لو هي اعراض بسيطه. انا مش بتجه الى طبيب اورام، انا بتجه الى طبيب التخصص اللي هو بيشخص هذا العرض. يعني وسهل ان الطبيب بطنه مثلا انا بروح له ان هو يشخص ان ربما يكون فلان عنده مرض سرطان فبيبتدي يحوله، ولا بيبقى صعب شويه برضه؟ مش دايما الموضوع بيبقى سهل، في بعض الاحوال الموضوع بيبقى صعب جدا وبيبقى مستتر، والتحاليل والاشعات ممكن حتى بتبقى خادعه في بعض الاحوال. واحنا دايما بنبقى حاطين الاحتمالات ده، ان مفيش اي تحليل او اي اشعه او تحليل دلالات اورام او مسح ذري او 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 بيدي نسبه دقه 100%. احنا ما عندناش كلمه 100% في الطب ولا 0%، ففي دائما احتمالات ان التحليل او الاشعه اللي قدامي تكون خادعه بشكل ما، فدايما بنحط الاحتمالات او كل حاجه قدامنا كده. اذا كانت الصوره متطابقه والدنيا ماشيه زي ما هي واضحه قدامنا، خلاص ماشيه كويس، خلاص اوكي. لكن الدنيا مش ماشيه مظبوط، او يعني حاسين ان في حاجه مش مظبوطه، حتى لو التحاليل والاشعاعات قالت ان ما فيش حاجه، لا انا بفضل حاطط عيني على المريض وبفضل متابعه لغايه ما الزمن بيكشف الدنيا شكلها ايه. لازم هنكتشف الخلل ده جاي منين. لاي مدى لو المريض جه بدري بيبقى فرص العلاج اكبر؟ بالتأكيد طبعا في أغلب الأمراض لو إحنا اكتشفناه بدري بيبقى الموضوع أبسط بكتير. تمام. وبتبقى اختيارات العلاج أقل بكتير وأقل شراسة، يعني بتبقى تقريبا نسب النجاح أعلى واختيارات العلاج نفسها تمام أبسط. يعني في بعض الأحوال مثلا بنحتاج جراحة بس، لو هي بدري قوي ممكن ما بنحتاجش علاج بعدها خالص، او علاج مثلا اقراص او حاجات بسيطه. لا، الموضوع كبر شويه، عملت جراحه هقول لا الجراحه مش كفايه، انا هضطر ازود معايا اختيار اخر، علاج اشعاعي، علاج كيماوي، علاج هرموني، ايا كان. ففي دايما كل ما نبقى مبكر نسبه النجاح او نسبه الشفاء بتبقى اعلى، والاختيارات العلاج بتبقى اخف. تمام. انا معايا اتصال تليفوني لحضرتك استاذ ملاك من اليوب، اهلا بيك استاذ ملاك. أيوة. صباح الخير، اهلا بيك، اتفضل. اهلا بحضرتك استاذ اسحاق. اي فندم معاك على الهواء، اتفضل يا استاذ ملاك. اهلا بحضرتك. هو انا مريض ورم في المخ يا استاذ اسحاق، فكنت عايز استاذن الدكتور في بعض المعلومات كده للوقايه. اتفضل معاك الدكتور. اهلا بحضرتك. فالمهم يا استاذ يا دكتور، بعد اذن الاستاذ اسحاق، أنا عندي الورم اكتشفته من سنة ونص، ورم في المخ. تمام. قعدت بتاع سنة ونص، طبعا دخلت في موال بعض دكاترة المخ، جراحة المخ، إن ده ممكن يكون التهاب فيروسي، نعالج بالتهاب الأول، هنخش في موال الكورتيزون، دخلت في موال الكورتيزون، تسبب شوية مشاكل في مفاصل الفخذ، عملت عمليات تجديد مجرى للدم في المكان، بدل تركيب مفاصل صناعيه، بسبب ان هم قالوا ان ده التهاب فيروسي. وفي الاخر بطريقه ما وصلت معهد الاورام وبدات اتعالج على انه ورم يا دكتور. خدت كورس اشعاع تيمودال، اسف كورس اشعاع 30 جلسه مع اقراص تيمودال 100، خلصتهم، خدت راحه 15 يوم، وماشي في كورس علاجي 6 جرعات على 6 شهور، كل شهر 5 ايام زي ما حضرتك عارف، كل قرص 250، ففاضل لي جرعه واحده. تمام. فالسؤال السؤال اللي انا عايزه بالتحديد من حضرتك اجابه، هل ممكن
الورم يعود تاني بعد ما عملت جلسه الكيمودال، اسف جلسات الاشعاع، عملت اشعاع للاطمئنان، فكان لابد نتيجه ان كان الورم ما شربش صبغه ومكان الورم بدأ يتحدد. خلايا الورم حسب تقرير الطبيب المعالج وحسب راي الدكتور ان خلايا الورم ماتت. فهل ممكن يعود تاني مره اخرى يا دكتور بعد نهايه الكورس؟ واذا كان في اي جزء متورم تاني او ورم تاني داخل المخ، هل بيبقى جه مع الاشعاع كله مع بعضه ولا بيجيب الورم المحدد عليه ده فيه؟ تمام يا استاذ ملاك، بالنسبه لي اسئله عايز استفسرها. حضرتك حابب تسال حاجه يا دكتور؟ انا كنت عايز اسال الاستاذ ملاك، هو احنا عملنا جراحه او عينه يا استاذ ملاك ولا ما عملناش؟ عملنا جراحه يا دكتور. استئصال ولا عينه؟ يعني كان طلعت من الدرجه الثالثه، عملنا عينتين. تمام. بيوبسي بالستيروتات عينتين، فالعينتين طلعوا من الدرجه الثالثه عند في مكانين مختلفين. طيب تمام. انت اعتقد ان انت كده يا استاذ ملاك يعني اخدت افضل فرصه في العلاج، وانا شايف ان النتيجه طبعا الى حد ما كانت كويسه جدا بالنتائج الاشعاعات اللي حضرتك عملتها، وشايف ان يعني انا شايف ان حتى يعني طريقه كلامك كويسه، وانا قدرت استشف طبعا تقريبا التشخيص بتاعك او البروتوكول من بروتوكول العلاج اللي حضرتك وصفته بدقه كويسه، يعني حضرتك متابع العلاج بتاعك كويس. طب استاذ ملاك، دكتور هيجاوب عليك. انا بشكرك استاذ ملاك من اليوب، الف سلام عليك وربنا يشفيك يا رب. اي دكتور، هو استاذ ملاك يعني حكى لحضرتك الحكايه بكل تفاصيلها، يعني حضرتك تحب تقول له ايه؟ هو وصف الحقيقه البروتوكول بتاعه بدقه شديده. هو طبعا ده العلاج اللي هو اخده، هو ده احسن او يعني افضل بروتوكول للعلاج، وده اللي بيدي احسن نتيجه عامه. ومن الواضح ان هو يعني من خلال الاشعاعات اللي هو عملها يعني حقق نجاح يعني طبعا الى درجه كبيره. بنتمنى طبعا ان نتمنى له الشفاء وان المرض ما يرجعش، لكن انا هرجع اقول طبعا يا استاذ ملاك يعني كل حاجه في ايد ربنا. احنا ما عندناش في الطب لا 0% ولا 100%، فاحنا ما بنقدرش ندي شهاده ضمان ان المرض مش هيرجع، لان ببساطه شديده هو المرض ممكن يتكون تاني زي ما تكون اول مره، ممكن يعني بيتكون مره اخرى ويبقى برضه في نفس المكان في المخ. مش لازم يبقى في نفس المكان، ممكن نفس المرض هو اللي يرد، وممكن المرض ده يخف وممكن يرد في مكان تاني، دي حاجه تانيه. لكن طبعا بالنسبه للنتائج اللي هو وصل لها الاستاذ ملاك، اعتقد انها نتائج كويسه جدا، وبروتوكول العلاج اللي هو ماشي عليه ده هو البروتوكول المتبع في العالم كله، يعني سواء اتعالج في مصر او حتى لو اتعالج بره هو نفس البروتوكول ده، احنا مش مختلفين مع حد بره في البروتوكول ده. طب هو يعني المفروض استاذ ملاك بيتابع حتى بعد ان شاء الله ما ربنا يشفيه من المرض، بيتابع على مدار الحياه، يتابع بيفضل تحت المتابعه طبعا على طول، وهم اكيد حاطين له برنامج للمتابعه في المكان اللي هو بيتعالج. طيب تمام، اخد مع حضرتك تليفون اخر، استاذ ايهاب من الخصوص. استاذ ايهاب اهلا بيك. يا استاذ ايهاب، الو استاذ ايهاب اتفضل معاك على الهواء، اتفضل اسال الدكتور. ايوه يا بابا. ايوه صباح الخير. صباح النور يا فندم، اتفضل. ممكن اسالك بصمهني بس؟ معاك الدكتور، اتفضل. الو يا دكتور. اهلا يا استاذ ايهاب. الو. ايوه اتفضل يا استاذ ايهاب، سؤالك يا استاذ ايهاب اتفضل. اهلا يا دكتور. السؤال يا استاذ ايهاب اتفضل. أنا إيهاب ابن هارون يا دكتور. أهلا وسهلا يا أستاذ إيهاب، اتفضل السؤال بقى. اتفضل يا أستاذ إيهاب، اتفضل، إحنا سامعينك. أنا والدي يا دكتور حالياً بروح في الغيبوبة، ما عرفنيش أنا هو في غيبوبة السكر، غيبوبة تبع المرض. يعني ما سمعش أي حاجة يا دكتور. طب اشكرك استاذ ايهاب من الخصوص، للاسف المكالمه مش سامعينها كويس، يبدو ان في مشكله في الشبكه ولا اي حاجه. دكتور برضه حابب اسال حضرتك، يعني كتير لما بنتكلم عن الامراض العاديه بنقول ان
تعمل كذا يبقى في وقايه من هذا المرض. هل مرض السرطان ممكن يبقى له وقايه؟ من خلال اكتشافنا لبعض الاسباب اللي احنا عرفناها دي، طبعا في جانب كتير جدا من الوقايه ان احنا نتجنب الاسباب اللي احنا عارفينها المسببات. طيب. اللي هي الحاجات اللي هي المواد المسرطنه، الحاجات الملوثات البيئيه اللي نقدر طبعا نتجنبها، لان في حاجات هنقدر نتجنبها، في حاجات مش هنقدر نتجنبها. يعني انا ممكن ببساطه ان انا اتجنب التعرض للسجاير مثلا او الشيش، لكن مش هقدر ابعد عن التلوث اللي موجود في الجو. أيوة. اذا كان في مثلا حاجات ماكولات مثلا انا عارف ان هي بيبقى فيها مواد ضاره، طبعا دي بتبقى فيها مشكله، احاول ابعد عنها بقدر الامكان، حتى لو مش حق يعني حتى لو مش هقدر استبعدها بالكامل من حياتي، على الاقل ما تبقاش هي الجزء الاساسي من الغذاء بتاعي. تمام. لان طبعا الاطفال مثلا لما بيجي ياكل مثلا كيس من الاكياس اللي هي المعلبات دي، في الغالب ان هو بيفضل طول اليوم ياكل منها ويجي على الوجبه بتاعته حتى مش عارف ياكل. ايوه صحيح. معايا تليفون اخر لحضرتك استاذ بيتر من القاهره. استاذ بيتر اهلا بيك. الو استاذ بيتر اهلا بيك، اتفضل. اهلا بيك يا استاذ زياد. ايوه معاك، عايز اكلم الدكتور. معاك الدكتور، اتفضل. دكتور معايا ابني عنده غده في رقبته، اديله من عمره 6 شهور دلوقتي هو سنه 3 سنين، عملت له تحاليل غده والغده دي الدكتور اصدر ان هي غده لمفاويه. تمام. بعد ما عملت التحاليل عرضت على دكتور انف واذن، دكتور انف واذن قال لي ده صديد علاج، بس هي زايد دلوقتي الغده يرمى معاه وعملها بتيجي اوقات بتعمل له نزله سخونه في جسمه. الغده دي اثرت عنه في الجنب اليمين في رقبته. يعني هو دكتور الانف واذن قال لك ان هي التهابات في الغدد دي؟ لا، هو قال لي الغده دي لو ورمت مسافه 15 يوم عادي زياده عن سنتي بتعمل لها عمليه وتتحلل. يعني هو اذا عنده شك اكلينيكي في الغده دي. هو عملنا اشعه سونار وتحاليل اثبتت ان هي غده لمفاويه، بس هو ما عمل التحاليل على الرقبه بس، ما عملش تحاليل على البطن ولا اي حاجه، ان هو في دكتور البطنه قال لك ممكن تكون الغده اثبتت ان هي في المعده والدنيا لازم تعملها نسبه تحليل. طيب هو السونار بتاع ابن حضرتك كان مدي شبهه في الغدد الليمفاويه دي انها تكون التهابات، ولا مدي شبهه عكسيه ان هي يكون فيها حاجه وحشه؟ ما هو قال لي نزر بقى، قال لي السونار مش مبين نوع الغده، الغده دي نزر بعد العمليه نعرف بعد تحليلها ونعرف الدنيا اللي فيها. هي دي كده هترجع طبعا للشك الاكلينيكي بتاع الدكتور اللي ابن حضرتك متابع معاه. إذا كان عنده شك إكلينيكي في الغدة دي، فإحنا بنضطر إننا نشيل غدة من الغدد دي، يعني يبقى هي عملية صغيرة كده، يعني حاجة كده زي يعني وقال التهابات من الليزر. هيشيل غدة من الغدد دي وهيحللها، وإن شاء الله ما تطلعش فيها حاجة يعني، بس لو في شبهة إكلينيكية الأفضل إنها تتشال وتتحلل أفضل. تمام، أشكرك أستاذ بيتر من القاهرة. دكتور بالنسبة للعلاج الكيماوي، هل ابتدى يختفي من العالم وفي بدايل ليه، ولا لازال الاعتماد الأساسي على العلاج الكيماوي في علاج أمراض السرطان المختلفة؟ دي قفزة في النقاش من الوقاية إلى أحدث طرق العلاج. يعني هو عشان أنا وقتي تقريبا قرب يخلص، فعاوز أخذ محركة أكبر معلومات. يعني تطورات العلاج الكيماوي برضو كانت مشكلته بالنسبة لنا إن هو علاج ما بيميزش إلى الخلايا السرطانية من الخلايا الطبيعية، يعني هو بيأثر على الجسم كله بصفة عامة. كان في تطورات طبعا يعني كبيرة في العلاج، من علاج كيماوي إلى العلاج الموجه إلى العلاج المناعي اللي احنا بنسمع عنه طبعا اليومين دول. الحاجات دي طبعا يعني حققت نجاحات كبيرة في مجالات كتيرة. وفي بعض الأحوال، في بعض الأحوال مش في كل الأحوال، استبدلت العلاج الكيماوي، وكان في أماكن أساسا أو كان في بعض المحاور في العلاجات بتاعتنا ما كانش ليها دور في العلاج الكيماوي أساسا خالص، ابتدى يبقى في مكان في العلاج. يعني كان في حاجات ما كانش ليها علاج خالص ولا حتى كيماوي، ابتدى بقى ليها مكان، بقى ليها
اختيار واثنين وثلاثة من أدوية أخرى. طبعا المشكلة في الحاجات دي إنها لما بتيجي طبعا في بدايتها بتبقى نتيجة تكلفة الأبحاث اللي اتصرفت عليها بتبقى في البداية بتبقى غالية شوية. أيوة. ولكن عامة هي خطوات قوية جدا في العلاج. هي احنا لم نستبدلها بعد بالعلاج الكيماوي، لسه العلاج الكيماوي واخد مكانه، ولسه لم نكتفي بالعلاجات الجديدة بدل العلاج الكيماوي. فأغلب الأحوال ممكن بندي الاثنين مع بعض، هذا وذاك. ولكن في بعض الأحوال هو مش هنقدر نعمم قاعدة واحدة، لكن في بعض الأحوال العلاج المناعي ممكن بيتاخد لوحده، العلاج الموجه ممكن بيتم دمجه في بروتوكولات مع العلاج الكيماوي. نسبة النجاح في السرطانات المختلفة، يعني احنا نسمع مثلا نجاح مثلا العلاج سرطان الثدي أصبح متقدم بشكل كبير جدا يعني، فهل نسبة النجاح في السرطانات المختلفة بتتفاوت وعامه ممكن تبقى كام النسبة يعني؟ النسبة بتختلف طبعا من نوع إلى آخر، ولكن بصفة عامة النسب النهاردة بقت أعلى بكتير جدا من زمان، يعني تكاد تكون تخلطت 4 أو 5 أضعاف نسب احتمالات السيطرة على المرض أو نسب الشفاء، نتيجة حاجات كثيرة جدا، نتيجة وعي الناس بهذا المرض، نتيجة التحرك ومواجهة المرض، نتيجة أن الناس ابتدت تعرف إيه الصح وإيه الغلط، إيه الحاجات اللي بتؤدي إلى هذا المرض، الوقاية منه بتروح للدكتور، بتواجه المرض، مش بتخاف من المواجهة، لأن طبعا الخوف من المواجهة ده بيخليك تحتفظ بالمرض إلى مراحل متقدمة وتبتدي تعالجه في مراحل متقدمة. أي. فطبعا النهاردة أصبح بيتم تشخيص المرض في مراحل مبكرة، ونسب الشفاء منه أصبحت أعلى بكتير جدا، وصلت يعني في بعض الأحوال تخطينا 90% و95% نتيجة أن الأدوية الجديدة أو الأساليب الجديدة في العلاج، العلاج المناعي. حضرتك قلت كلمة مهمة، الوعي دي اهم حاجه، لان يكون عندي وعي ولما اشعر باي مشكله اروح واتابع وما اسكتش. دي اهم حاجه، لان هي في الاخر المعركه مش ما بيني انا كطبيب او كطب والمرض، المعركه بين المريض والمرض، واحنا مجرد ان احنا قاعدين على الاستاد بنشجع وبنوجه فقط، لكن المعركه الحقيقيه هي معركه المريض. صح. فلازم يكون هو عنده الرغبه في مقاومه المرض او في الوقايه منه او في مواجهته إن شاء الله وربنا الشافي. طبعا أنا بشكرك جدا، نورتنا أستاذ دكتور ناجي سامي جبران استشاري علاج الأورام والأستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس ودكتوراه في علاج الأورام، عضو الجمعية المصرية للسرطان وعضو الجمعية الأوروبية لعلاج الأورام وعضو الجمعية الأمريكية أيضا لعلاج الأورام. نورتنا وألف شكر لحضرتك على كل المعلومات القيمة. أشكرك يا أستاذ إسحاق. أشكرك. مشاهدينا لسه معاكم، هخرج لفاصل قصير وارجع وفقرة أخرى في صباح النور، لكن بعد الفاصل.